إذا دخلت الجنة ستكتشف أنها أجمل بكثير من خيالاتك، وأروع بكثير من تصوراتك، وأهنأ بكثير من أحلامك. في الجنة ستشعر بتفاهة ذلك الهم الذي استولى على قلبك في الدنيا، ستشعر بحقارة ذلك المرض الذي أنهك جسدك في يوم من الأيام. وعندما تقف عند باب قصرك وتنظر لمساحاته الهائلة وأنواره المشعة، تعلم يقينا أن الدنيا، كل الدنيا، لا تساوي شيئا.